أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإمام الذي يقرأ من المصحف في صلاة الفجر هل ينكر عليه؟ هذا كسل عظيم ولا داعي إلى القراءة من المصحف في صلاة الفجر. يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ من قصار السور، هذا يقرأ ما تيسر منه، لا حاجة إلى حمل المصحف في صلاة الفجر. لكن مع هذا نقول له: احفظ من القرآن ما تقرأه في صلاة الفجر من المفصل، احفظ سور من المفصل أو احفظ المفصل كله. وإذا كان هناك من هو أحسن منه وأكثر منه أخذا للقرآن فيقدم عليه، قدم من هو أكثر أخذا للقرآن كما هو السنة. نعم. أما إذا كان في مكان ما فيه إلا هو، ما فيه إلا هو، وهو ما يحفظ كثيرا من يقرأ ما فيه ولو آية ولو سورة قصيرة، لا حاجة إلى حمل المصحف في الفريضة. هذا إنما هو في التراويح، صلاة الليل. نعم.